رجعنا سريعا، لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل دلوقتي لفقره السوشيال ميديا اللي هنتابع فيها اهم اللي نشر نجوم الرياضه سواء محليا او عالميا على صفحاتهم الرسميه على السوشيال ميديا. هنبتدي مع الصفحة الرسمية للنادي الأهلي اللي نشرت على تويتر فوز أزارو بلاعب الشهر، وكتبت النصر شهر أغسطس هو لاعبنا الهداف وليد أزارو، 540 دقيقة، 4 أهداف، 2 صناعة هدف. كمان نشر عمرو بركات على الانستجرام صورته مع رامي ربيعة في التدريبات، وكتب التدريب الصباحي. نشر ميدو جابر كمان صورة له على الانستجرام وكتب الحمد لله على كل شيء. محمود الجزار كمان نشر على الانستجرام الخاص بيه صورته مع باسم علي ومحمد شريف من التدريب، وكتب اللهم إن كان خيرا فقدموا لي. كمان احمد حجازي نجم ويست برومتش ألبيون الانجليزي ونجم الاهلي السابق نشر على حسابه على تويتر مجموعه من الصور الخاصه بمباراه امبارح مع فريق ويست برومتش ألبيون الانجليزي اللي فازوا فيها 2-1 على ستوك سيتي في البريمير ليج، وكتب 3 نقط مجهود رائع من الفريق. كمان احمد حسام ميدو نشر على تويتر تويتا لي وكتب سعيد بمشاهده جمهورنا مره ثانيه في المدرجات في البطوله المحليه حتى ولو باعداد بسيطه، متفائل خير بان قبل نهايه العام سنرى دخول الجمهور بشكل عادي في المدرجات. كمان نشرت صفحه في الجول على الفيسبوك فيديو لساديو ماني لاعب ليفربول وهو بيساعد الناس اللي بيشتغلوا في مسجد في ليفربول على التنظيف بعد نهايه الصلاه. تعالوا نشوف. ساديو ماني يا ساديو. هذا ساديو ماني، ساديو ماني وسائل بينظفوا الحمامات حق المسجد. ايوه. يا سر جنبه، سر جنبه، نظف معي. السلام عليكم. ما عليك يا اخي، خذ جنب ساديو ماني. ان شاء الله ان شاء الله. وين فروم؟ يمن. وين فروم يمن؟ I spoke to you lots of times in the other bathroom. I see you in the bathroom the other way. ايوه جلس مع راسي الناس. يتصافطوا ساديو ماني يا اخوك. نروح بقى لمباراة ريال مدريد مع ليجنز في الليغا الاسبانيه امبارح، وكسبوا طبعا 4-1. ونشرت صفحه ريال مدريد الاسباني الرسميه على الفيسبوك صوره فيها لوكو مودريتش وراموس ونافاس بعد المباراه والفوز بجوائز الافضل في اوروبا، وكتبوا لاعبتنا الفائزين بجوائز الافضل في اوروبا، نافاس افضل حارس مرمى، راموس افضل مدافع، ولوكو مودريتش افضل خط وسط وافضل لاعب في اوروبا. كمان نشر ماركو اسانسيو لاعب ريال مدريد الاسباني على انستغرام صوره ليه من المباراه وكتب اضافه ومتابعه للفريق. كمان نشر لوكو مودريتش صوره ليه من المباراه وكتب فوز جديد ومشاعر جيده للاعب مره اخرى من البدايه. كمان نشرت صفحه بلاتشر فوتبول على انستغرام صوره لكريم بنزيما وكتبت كريم بنزيما سجل افضل او سجل امام 33 فريق في الليغا الاسباني. نشر كمان كريستيانو رونالدو على انستغرام الخاص بيه وبعد طبعا فوز يوفنتوس امبارح كتب 3 نقط اخرى فريق عظيم. نشر كمان اللاعب ادن هازارد لاعب تشيلسي صوره مجمعه من مباراه امبارح امام بورنموث، وطبعا كانت النتيجه وقتها 2-0 لتشيلسي. كتب ادن هازارد هدفين 3 نقط والان 4 انتصارات، دلوقتي متشوق للعب في بلجيكا الاسبوع القادم. كمان نشرت صفحه الفيفا على تويتر ميعاد الاعلان عن المرشحين لجائزه الافضل في موسم 2017-2018، وكتبت غدا 3 سبتمبر في لندن سوف نعلن عن المرشحين لسبعه من جوائز ذا بيست في هذا الموسم. كمان احتفلت صفحه الفيفا لكاس العالم بعيد ميلاد المدير الفني لمنتخب روسيا وعلقت وقالت قاد روسيا لربع نهائي كاس العالم، عيد ميلاد سعيد ستانيسلاف تشيرتشيسوف. دلوقتي ميعادنا بقى مع فاصل سريع وهنرجع بعد كده هنستقبل معاكم ضيفنا استاذ حسام زايد الناقد الرياضي في جريده الشروق.